قوانين. أنا على السريع يعني، أنا مش هتكلم فيها كتير. قوانين الغازات، عندي قوانين الغازات في عندي 3 قوانين ويجمعهم قانون عام. أول حاجة قانون شارل، وعندي قانون بويل، وعندي قانون الضغط، ويجمعهم قانون اسمه القانون العام للغازات. وهنا بنتكلم عن الغازات المثالية. عارفين يعني ايه غاز مثالي؟ زي الهيليوم، زي الأرجون، اللي هو مستوى الطاقة الأخير بتاعه بيتشبع بالإلكترونات، فمش محتاج ان هو يثار زي بقية الغازات او يكون في حالة إثارة زي بقية الغازات. قوانين الغازات هنا، تعال نتكلم عن اول قانون، ونقول مثلا نبدأ بقانون بويل. قانون بويل بيقول لي هنا 1، قانون بويل. قانون بويل بيدرس بالعلاقة ما بين حجم الغاز وضغط الغاز. في قوانين الغازات هنا يا جماعة، احنا بنجد بيدرس العلاقة بين 3 حاجات، وهو حجم غاز بي ضغط غاز تي درجة حرارة الغاز. ده قوانين الغازات. يبقى قوانين الغازات بتبحث في العلاقة ما بين حجم الغازات وضغط الغازات ودرجة حرارة مين؟ الغازات. وبنشوف علاقة حجم الغاز مع ضغط الغاز مع ثبوت درجة الحرارة. عايز العلاقة بين ضغط الغاز ودرجة حرارة الغاز مع ثبوت ثالث واحد اللي هو حجم الغاز. عايز اعرف العلاقة بين حجم الغاز ودرجة حرارة الغاز مع ثبوت ضغط الغاز. يبقى انا ببحث في العلاقة بين متغيرين مع ثبوت الثالث، وكل علاقة بين متغيرين تسمى قانون. يعني مثلا قانون بويل بيبحث في العلاقة ما بين حجم الغاز وضغط الغاز مع ثبوت مين؟ درجة الحرارة. يبقى قانون بويل ينص هنا على ايه؟ طبعا يا جماعة احنا عارفين كل لما بضغط ازود ضغطي على حجم، ايه اللي بيحصل للحجم؟ تلقائيا الحجم ماله؟ بيقل. وكل لما بقلل الضغط عن الحجم، الحجم ايه اللي بيحصل له؟ بيزيد. تعال نشوفها. وانا عندي مثلا اناء او دورق زي ما احنا شايفينه، الدورق ده فيه حجم معين من الغاز اللي هو V، بدأت ازود الضغط هنا بمكبس B، المكبس طبعا هيبدأ يضغط الغاز. ايه اللي هيحصل للغاز؟ الغاز هنا هيبدأ حجمه ماله؟ ينكمش. بسبب ايه؟ زيادة الضغط. يعني اذا مع زيادة الضغط اللي بيحصل للحجم؟ الحجم يقل. اللي بيحصل للضغط الحجم ايه؟ بيقل. يعني زيادة مع نقصان، يبقى العلاقة علاقة عكسية. ده في حالة لو ايه؟ لو ثبت درجة الحرارة. يبقى اذا نص القانون بيقول عند ثبوت درجة الحرارة اللي هي تي، يتناسب حجم الغاز عكسيا مع اللي هو حجم الغاز اللي هو في، عكسيا مع ضغط الغاز اللي هو بي. يعني اذا انا عندي هنا الفي اللي هو حجم الغاز يتناسب عكسي، يعني 1 على بي، مع مين؟ ضغط الغاز. واتفقنا علشان اشيل علامة التناسب لازم احط يساوي وثابت. اذا الفي بتساوي ثابت مضروب في 1 على مين؟ على بي. يعني اذا الفي بتساوي ثابت على مين؟ على بي. اضرب طرفين في وسطين، الطرفين في وسطين، يعني هقول بي في بتساوي كونستانت او ثابت. يعني هقول قبل الضغط
كان مثلا بي واحد، وقبل ما الحجم يقل كان في واحد، زودت الضغط اصبح في بي اتنين، الحجم قل اصبح في اتنين. يعني اقدر اقول هنا ان بي واحد في واحد بتساوي بي اتنين في اتنين، وده قانون بويل. يا رب يكون مفهوم. يبقى قانون بويل بيبحث عن العلاقة ما بين ضغط الغاز وحجم الغاز مع ثبوت درجة الحرارة. يعني اذا لما اجي اقول اذا الفي يتناسب تناسب عكسي مع واحد على بي، اشيل علامة التناسب واحط مكان التناسب ثابت اللي هو الكونستانت، يبقى الفي بتساوي ثابت في واحد على بي، يعني الفي بتساوي ثابت على البي، طرفين في وسطين، بي في بتساوي كونستانت. يعني اذا البي واحد في واحد قبل العملية اللي هي عملية الضغط بتساوي بي 2 في 2 بعد عملية الضغط. بس خلصت. طيب رسم المنحنى بتاعه، رسم المنحنى بتاعه هو منحنى يبحث في العلاقة ما بين حجم الغاز وضغط الغاز، والعلاقة علاقة عكسية، فبيكون شكل هذا المنحنى. كل ما الضغط يزيد كل ما الحجم يقل، كل ما الضغط يزيد كل ما الحجم اللي بيحصل له بيقل. تمام؟ ده شكل قانون بويل. تعال نتكلم عن القانون الآخر، قانون شارد. قانون شارد كان بيقول لك هنا بقى، يبحث في العلاقة بين حجم الغاز اللي هو V مع درجة الحرارة اللي هي T. ده قانون شارل. ايه اللي بيحصل في قانون شارل هنا؟ قانون شارل اجى قال لك كل ما بزود درجة الحرارة بتاعت الغاز ايه اللي بيحصل؟ حجم الغاز بيزيد. يعني كل ما بزود درجة الحرارة بتاعت الغاز اللي بيحصل معايا هنا حجم الغاز، وده شيء طبيعي شيء منطقي، حجم الغاز بيزيد. تمام؟ طب مش كان بيقول لك هنا معلش اللي هي الازايز البخاخات بتاعت البيروسول والايريسول واي حاجه اللي هي العلب الايريسول ديت ما ترمهاش في النار؟ ليه؟ لان لو رميتها في النار حجم الغاز جوه هذه العلبه البخاخه، تمام، ايه اللي بيحصل لها؟ حجم الغاز بيزيد مع زياده درجه الحراره. فايه اللي بيحصل؟ العلبه بيحصل لها ايه؟ انفجار، لان حجم الغاز بيتمدد فمش لاقي مكان يوسع فيه اكتر فبيفجر العلبه. انا كان عندي مثلا معطر جو في العربيه بتاعتي وكنت سايبه في الصيف اللي هو الجليد ده، تمام، فكنت سايبه في الصيف في العربيه، ايه اللي حصل؟ كتمت العربيه مع الحراره، بدات الغاز يتمدد جواه فبدا ينفجر جوه الايه؟ العربيه. طيب تعال بقى نشوف شارل ايه اللي حصل. عمل دوره اهوت، والدورة ده في حجم من الغاز وهنا كمية حرارة اللي هي مين؟ تي. طبعا انا هنا ثبتت الضغط، الضغط ثابت ما لعبتش فيه خالص، الضغط هنا مين؟ ثابت. يبقى قانون شارل مع ثبوت، قلنا القوانين الغازات بنبحث في العلاقة بين متغيرين مع ثبوت التالت، اهو انا ببحث في العلاقة ما بين الفي والتي مع ثبوت مين؟ التالت اللي هو مين؟ الضغط. طيب قانون بويل كان بيقولك ايه؟ ببحث في العلاقة بين بي على في مع ثبوت درجة الحرارة. طيب انا هنا رفعت درجة الحرارة، ايه اللي حصل لحجم الغاز؟ حجم الغاز بدأ ماله؟ بيزداد. طب لو قللت درجة الحرارة الحجم هيحصل ايه؟ هيقل. يبقى مع مع قلة درجة الحرارة حجم الغاز ايه اللي هيحصل؟ هيقل برضو. طيب اجا شارل كده وشاف، اتلاقى ان حجم الغاز كل ما درجة الحرارة بتقل درجة واحدة كلفينية، كل درجة كلفينية درجة الحرارة بتقلها حجم الغاز بيقل من الحجم الاصلي 1/273. كل درجة بتقلها كلفينية حجم الغاز بيقل 1/273 من الحجم مين؟ الاصلي، لغاية لما وصل لصفر درجة كلفينية، لغاية لما وصل لصفر درجة كلفينية الغاز تلاشى، الغاز حصل له عملية تلاشي تماما، ما تلاقيتش غاز. يبقى متى يتلاشى حجم الغاز؟ عند
صفر درجة كلفينية، اللي هي بتساوي كام بالسيليزيوس يا شباب؟ اللي هي بتساوي سالب 273 درجة سيليزيوسية. يبقى وقال لك ان الصفر درجة الكلفينية سميناها الصفر المطلق. عرف الصفر المطلق، الصفر المطلق هي الدرجة التي يتلاشى عندها حجم الغاز، تمام، وتساوي سالب 273 درجة سيليزيوسية. يبقى ده سؤالين اهو نعرفهم. طيب اجا بقى نص القانون قال لك مع ثبوت الضغط فإن حجم الغاز يتناسب طرديا مع درجة الحرارة. يعني الفي تتناسب تناسب طردي مع درجة الحرارة اللي هي مين؟ التي. نشيل علامة التناسب ونحط يساوي وثابت، يعني الفي بتساوي كونستانت اللي هي سميها ثابت مضروبة في مين؟ في درجة الحرارة. يعني الفي على التي بتساوي كونستانت. يعني هنا الفي واحد على التي واحد قبل العملية، اللي هي قبل عملية زيادة درجة الحرارة، بتساوي في اتنين على تي اتنين اللي هي بعد عملية ارتفاع درجة الحرارة. وده قانون شارل. المنحنى بتاعه، المنحنى بتاعه بسيط جدا. مش هنا قلنا في اللي هو حجم الغاز وهنا تي درجة الحرارة. امتى يتلاشى حجم الغاز؟ يعني بيوصل للصفر امتى؟ عند سالب، طبعا هنا بالموجب، المحور الموجب، وهنا المحور مين؟ السالب. هنا عند سالب 273 حجم الغاز هنا اصبح بيساوي مين؟ صفر. الفي بيساوي هنا ايه؟ صفر. مش احنا قلنا عند سالب 273 درجة الحرارة بتتلاشى حجم الغاز بيتلاشى؟ فعلا. فيبدا المنحنى من عند الصفر، يبدا بقى كل درجه كلفينيه الحجم بيزيد، يزيد اهو الحجم بيزيد لغايه لما يوصل مين؟ انا اسف، هنا التي درجه الحراره وهنا الفي، انا اسف انا اتلخبطت، خلاص. يبقى الفي هنا والتي هنا، درجه الحراره بتزيد اهو حجم ايه؟ بيزيد. درجه الحراره بيزيد، حجم بيزيد لغايه لما يوصل المنحنى بالشكل ده. وده منحنى شارل. ده منحنى ايه؟ شارل. يا رب تكون المعلومة فادتنا. في قانون ثالث وهو قانون الضغط. قانون الضغط بيقولك ايه؟ مع ثبوت بقى مين؟ الحجم. مع ثبوت الحجم فإن ضغط الغاز يتناسب يتناسب ايه؟ يتناسب طرديا مع درجة الحرارة. نفس قانون شارل، بس قانون شارل بيبحث في حجم الغاز ودرجة الحرارة، أما قانون الضغط فبيبحث في ضغط الغاز ودرجة الحرارة. يعني هقول هنا إن البي بيتناسب تناسب طردي مع درجة الحرارة، يعني البي بتساوي كونستانت تي. يعني هقول إن البي واحد على تي واحد بتساوي الكونستانت. يعني هقول هنا الـ B1 على T1 بتساوي B2 على T2. وده كان الثلاث قوانين. تعال نراجع عليهم كده تاني بسرعة. معلش أنا طرحي سريع جدا بس عشان مدة الفيديو ما تزيدش. أهو الثلاث قوانين. قانون شارل، قانون بويل، قانون الضغط. احنا شرحنا الاول اللي هو قانون بويل، وبيبحث في العلاقة ما بين حجم الغاز وضغط الغاز. قانون شارل بيبحث في العلاقة ما بين حجم الغاز ودرجة حرارة الغاز. قانون الضغط بيبحث في ضغط الغاز ودرجة حرارة الغاز. نقول هنا في قانون بويل مع ثبوت درجة الحرارة فإن اللي بيحصل ضغط الغاز بيتناسب تناسب عكسي، أو حجم الغاز نبدأ بالحجم، حجم الغاز بيتناسب تناسب عكسي مع
الضغط. يعني ال V بتساوي constant على ال B. يعني B V بتساوي constant ثابت. يعني B واحد V واحد بتساوي B اتنين V اتنين. طيب قانون شرط مع ثبوت الضغط، فإن حجم الغاز يتناسب عكسيا مع درجة الحرارة. يعني هنا ال V بيتناسب عكسي مع واحد على T. يعني ال V لا بيتناسب طرديا، أنا آسف، بيتناسب طرديا، أنا بتلخبط ليه هنا، عكسيا يبقى تناسب طرديا، يبقى V يتناسب طرديا مع مين؟ مع V على T. يعني كل ما بزود الحرارة كل ما الحجم بيزيد. يعني V بتساوي constant في T. يعني V على T بتساوي constant. يعني V واحد على T واحد بتساوي V اتنين على T اتنين. أنا أسف جدا على لخبطتي لأني بشرح سريع فسامحوني. هنا المنحنى بتاع شارل هنا بين B و V. طيب تعال نشوف قانون الضغط، وهنا المنحنى بتاعنا T والV بيبقى بالشكل ده. قانون الضغط نفس القانون بتاع الشارل مع ثبوت الحجم، فإن الضغط بيتناسب تناسب طردي مع درجة الحرارة. يعني البي بتساوي كونستانت مع التي. يعني البي على التي بتساوي كونستانت، كونستانت يعني ثابت. بي واحد على تي واحد بتساوي بي اتنين على تي اتنين. وكده خلصنا قوانين الغازات. ناقص بقى القانون العام للغازات. قانون العام للغازات بيشمل جميع المتغيرات اللي هي الفي والبي والتي، اللي هو حجم الغاز وضغط الغاز ودرجة حرارة الغاز. تعال نشوفها بقى هتبقى ازاي. طب احنا طبعا من قانون بويل كان بيقول لك ان الفي بيتناسب عكسي مع البي. الفي بيتناسب عكسي مع البي، اللي هو حجم الغاز بيتناسب عكسي مع الضغط. وكنا قلنا برضك ان الفي بتتناسب مع التي. طب ما ناخد الفي مره واحده، يبقى الفي تتناسب مع مين؟ من بسط التي، من مقام البي، يبقى تي على بي. يعني اقدر اقول ان الفي بتساوي ثابت في تي على بي. يعني نضرب طرفين في وسطين، ماشي اهو، نضرب طرفين في وسطين. يعني هقول هنا ان البي في بتساوي ثابت مضروبة في مين؟ في التي. قال لك بقى الثابت ده اللي هو اسمه R، اللي هو الثابت العام للغازات. واني غازات؟ الغازات المثالية. انا كل كلامي هنا عن الغازات المين؟ المثالية. ليها قيمة واحدة اللي هي عبارة عن 8.3، اللي هي قيمة 8.3 جول على مول في الكلفين. قيمتها ثابته اللي هي 8.3 وكام من 10. ده الثابت العام للغازات الايه؟ المثاليه. كل الغازات المثاليه الثابت العام بتاعها واحد. يعني البي في بتساوي ار في التي. طيب وهل وقفنا على كده؟ خلي بالك الار دي ليها قيمه تانية لو جيت بقى للغاز الحقيقي. يعني ايه الغاز الحقيقي؟ مش الغاز المثالي. الغاز الحقيقي اللي هو زي الاكسجين، الهيدروجين، الغاز ثاني اكسيد الكربون، الحاجات دي كلها لها قيم مختلفة عن الار. طب نعرفها ازاي ديت؟ هنبدأ نعرفها عن طريق هذه المعادلة. تعال نشوفها كده. هنقول انا عندي هنا الار، تمام، عبارة عن قلنا الثابت العام للغازات. هقول ان البي في لازم يدخل معاها عدد المولات. وايه هي عدد المولات بتاعت الغاز؟ هي عبارة عن كمية الغاز الموجودة في حجم معين. يعني البي في بتساوي ان، حيث ان ان هي عدد المولات. وان عدد المولات هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن كمية الغاز الموجودة في حجم معين من. طيب يعني ان في ار على ان في ار في تي، تمام. طيب الار ديت يا ترى هي ليها قيمه؟ ده ار ديت يا جماعه بتاعه الغاز المثالي، قلنا ده ثابت
الغاز المثالي، مش قلنا كده؟ تمام. طيب بيساوي ايه يا ترى؟ قال لك بيساوي الام اللي هو الوزن الجزيئي بتاعت الغاز في الثابت العام للغاز الحقيقي. اصبح ان في عندي ثابت عام للغازات اللي هو للغازات المثالية اللي هو R، واصبح عندي في حاجة اسمها R gas اللي هو R G اللي هو عبارة عن ثابت الغاز الحقيقي اللي انا قلت لك بقى ثابت ثابت الغاز الاكسجين يختلف عن ثابت الكربون، ثاني اكسيد الكربون عن ثابت يختلف عن ثابت غاز الهيدروجين، كل ثابت له قيمه معينه. يعني اقدر اشيل الار دي واحط مكانها القيمه دي لو انا هتكلم عن قانون الغازات الحقيقيه. يعني اذا البي في بتساوي شيل الار دي واحط القيمه دي اللي هو الان في الام في الار جي مضروبه في مين في التي. طيب قال لك عدد المولات في الوزن الجزيئي اللي هو بيساوي كتله الغاز، اللي هو بيساوي كتله مين الغاز. يعني اذا البي في بتساوي كتله الغاز في ار جي، مش الثابت العام بقى للغازات، لا ثابت الغاز الحقيقي ار جي في مين في التي. يبقى ده قانون العام للغازات المثالية، وده القانون العام للغاز الحقيقي اللي هو المخالف للغازات الايه المثالية. وده كان شكل إثبات القانون العام للغازات. وشكرا لطلابي، وياريت نحل المسائل اللي موجودة في الكتاب، مسائل محلولة هتفهمك أكتر. وكده يكون نهينا قانون العام للغازات مع التمدد الحراري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.